صباح الخير، منطل عليكم بفكرة جديدة من أوروسكوب مثل العادة. رح نقوم بجولة سريعة على الأبراج 12 لنشوف الحظ كيف رح يكون من الناحية العاطفية والمهنية لتوقعات 16 الشهر. بنبدأ مع برج الحمل. بتعيش يوم عاطفي رائع جداً أيها الحمل، وبتشعر بها الروعة كل ما حاول الشريك مفاتحتك بموضوع بيتعلق بمستقبلكم سوا. مهنياً تشعر بحماس كبير، وبيعود السبب لعدم شعورك بالاستياء والتعب من كل المشاكل اللي عم تمر فيها. برج الثور. ما تبخل بمشاعرك على الحبيب أيها الثور، إنما صارحه بكل يلي عم يدور بعقلك وقلبك ليكون على علم بكل أفكارك. مهنياً يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات ممكن تفتح أمامك أبواب التقدم والترقي والمكافآت. برج الجوزاء. تواصل مع الحبيب واستمع لمشاكله أيها الجوزاء، فأنت أفضل صديق له بمثل هالظروف. مهنياً غلطة ارتكبتها مؤخراً بتحطك بموقف حرج مع الزملاء، فحاول اجتهد لإعادة الأمور لنصابها. برج السرطان. الشكوك اللي عندك إياها تجاه الحبيب أيها السرطان منا بمحلة، فمنحه بعض الثقة لأنه بيستحقها ورح يفاجئك بأمور كتيرة. مهنياً اعتمد على ذكائك وحرفيتك، فالحظ حليفك وبيفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي. برج الأسد. ما تقرر الارتباط اليوم أيها الأسد، وكون منتبه لأدق التفاصيل الشخصية. أما مهنياً بحذرك اليوم من بعض الإشكالات على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق. برج العذراء. علاقتك بالحبيب متين اليوم جداً أيها العذراء، وبتعيش معه استقرار عاطفي ما له مثيل. مهنياً بيوعدك اليوم بحدث مميز، وبيساعدك على معالجة المسائل المهنية بوعي وحكمة، وبتتلقى مكافأة مالية بالمستقبل القريب. برج الميزان. أنت بتعرف أكثر من غيرك أيها الميزان أنه الشريك ما بيخطي خطوة دقيقة من دون استشارتك، فعامله بالمثل. أما مهنياً ممكن يؤدي المحيط العائلي أو الاجتماعي دور بشؤونك المادية، وبيشتد التنافر وبيولد فراق أو انفصال. برج العقرب. افتح قلبك للشريك أيها العقرب، وصارحه بكل المشاعر والشكوك يلي عم تشعر فيها، فهو رح يتفهم كل كلمة. أما من الناحية المهنية بتكون سعيد بمجرى الأمور يلي بلشت تتحسن من لما وضحت وجهة نظرك بسير العمل. برج القوس. اعتمد على نفسك أيها القوس، وما تبين أمام الزملاء أنك فائد الثقة بإمكاناتك اليوم. عاطفياً ما تخلي ضغوط من الناحية المهنية، ما تخلي ضغوط العمل تأثر على علاقتك بالحبيب، فهو ناطر فرصة هدوءك ليعبر عن مدى حبه لك. برج الجدي. العلاقة بينك وبين الشريك ما رح تتأثر بمحاولات الموردين لأنها قائمة على أساس صلبي. أما مهنياً بتشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وبتسود الأجواء العدائية والمتوترة بحياتكم، وبتكتر الانتقادات والكلام الجارح. برج الدلو. تشعر بأنه الحبيب عم بيمارس ضغوط عليك، فصارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء. أما مهنياً الظاهر أنه الحمل الملقى على عاتقك عم يزداد تقل، فمن الأفضل مشاركته مع الزملاء. أما آخر برج معنا لليوم برج الحوت. ما عم يطلب منك الحبيب إلا الثقة فيه، لأنه بحبك وما بيرضى عنك بديل، فحاول أنه تفهم هالشي. مهنياً بتواجهك صعوبات كتير اليوم، لكنها ما رح تحد من نشاطك المعهود. أما مولود اليوم من برج القوس، بتملك الشجاعة والجرأة والمبادرة والإرادة الحديدية يلي بتهزم المستحيل، كما أنك إنسان مكتفي بنفسك، بتعرف شو بدك من الحياة وواضح جداً. هيك بتكون خلصت فكرتنا لليوم، وهلأ ناخد بريك.